السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مايكروسوفت أضافت شات جي بي تي لمحرك البحث مايكروسوفت بينج، وبدأت تضيفه برضو في المتصفح اللي هو إيدج اللي هو بتاعها، وبدأت تضيف في الويندوز والأوفيس وكل حاجة بدأت تضيف فيها محرك البحث شات جي بي تي. تقدر إن أنت تسأل السؤال هنا أو هنا، مفيش أي مشكلة خالص. مثلا، ما هي أكبر بلاد العالم وما هي أصغرها؟ ونبدأ برضو نسأل نفس السؤال هنا، فيبدأ يجيب لك الإجابة، وتقدر تسأله ما هي مساحة اليابسة على العالم، ما هي المساحة الإجمالية للعالم. وهنا مفيش حاجة بقى اسمها محجوب في البلد دي ومش محجوب في البلد دي، هو غالبا محجوب بشكل أساسي في روسيا والصين، لكن في البلاد العربية إن شاء الله ميكونش في أي حجب ولا حاجة خالص. هو طبعا بيجيب لك الإجابة، والإجابة دي updated مش زي زمان يقول لك لا لحد 2021، وبرضه بيجيب لك لينكات عشان تدوس عليها فيهم فتبدا تعرف المعلومات. مساحة روسيا اعتقد 17 مرة من مساحة مصر. فأتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله وتستمتعوا بيه.